السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن سنقدم لكم وصفة خاصة للرجال والنساء، وسأبدأ بوصفة الرجال لأن الرجال ليس لديهم الوقت الكافي لقيام أو عدة وصفات لإزالة الكره. الآن أقدم لكم أول وصفة وهو خل التفاح. خل التفاح، هذا الخل هذا هو التعاونية، مصنوع معصر يدويا ممكن شراءه. مهم هذا خل التفاح بيو، يعني طبيعي ليس فيه أي مواد حافظة. بالنسبة للرجال، شنو هما الاستعمالات اللي غادي يستعملوها هاد الخل التفاح؟ أول شيء في الصباح، من بعد استيقاظ من النوم غادي ياخدو كأس من الماء، في الصباح وملعقة من خل التفاح، ملعقة واحدة، ماشي جوج ماشي ثلاثة، واحدة، لأن ما تفوتوش الكمية، واحدة فقط. هذه الكمية الوحيدة اللي تاخدوها في الصباح وتضيفوها في كأس من الماء وتشربوه على الريق. هذه وصفة تانية مفيدة، ماشي فقط لإزالة الكر، وهي مفيدة أيضا لتنقية المعدة وتصفية الدم، ولكن أهم حاجة ما تكتروش منها. غادي تستعملوا هذه الوصفة فقط مدة 20 يوما، تتوقفوا واحد مدة استراحة فيها أسبوع عاد تكملوا، لأن غادي تاخذوا ملعقة في الصباح وملعقة في العشية. هذه وصفة سهلة جدا ومجربة، وغادي تحس بالراحة، كأنها نوع من كيف تنقولوا التخميل، تتخمل المعدة من دوك السموم ومن دوك الفضلات اللي تكون فيها والأوساخ والميكروبات. فداك الشيء علاش 20 يوم فقط، بس ما تسببوش في التهاب الكبد. الكبد صعيب عليه خل التفاح إذا كان يوميا 20 يوم وتوقفوا 10 أيام عاد ترجعوا. مهم ملعقة واحدة، المذاق ديالو غايجيكم عادي، ما فيه حتى شي حاجة، فقط كأس من الماء. الوصفة الثانية، فيها أوراق. هاد العشبة سميتها السنة المكي ولا السنة أحرام، وهي جات من بلاد شبه العربية اللي هي مكة، مدينة مكة المكرمة. هذا هو الأصل ديال هاد العشبة، ورائعة جدا، وغتشوف دابا استعمالات ديالها. شوف أوراق السلمية الشكل ديالها، أوراق صغيرة على شكل ورق الزيتون، ولكن هي رقيقة. غادي تستعملوا ملعقة واحدة، تنهزوا فقط ملعقة واحدة ونضيفوه في الماء ونزيدو عليه الماء الساخن. ضروري نضيفو ماء ساخن جدا، تقريبا كأس، وتتخليه حتى يبرد، ومن بعد صفوه. ممكن تطبخوه الماء جيدا في الكاسرول، ومن بعد إضافة ملعقة من السنحرام، أو السنة المكي، هاد العشبة رائعة جدا جدا، ولكن لها قوانين ديالها، انهم ما تفوتوش 3 ايام. هي سريعة، تتحاول تحيي قاع دوك
السموم شنقول لكم اللي دام كاع داك اللي عالق لاصق التشحمات اللي كاينين في المعدة في المصارن، هي هابطة حتى الأمعاء الدقيقة والغليظة، وبطبيعة الحال تسبب في الإسهال إلا كترتو منها، هي مسببة الإسهال. فهذه الوصفة تخصها 3 أيام، وسير غبر واحد السمانة تاني وعاود تاني 3 أيام أخرى. هي مزيانة صراحة، مزيانة حتى اللي عنده مشاكل قولون عصبي، ولكن هي استعمالها محدود. من بعد شوف اللون بحال لون الشاي، غادي تضيفوه حتى يصفى. كما تشوفون ملعقة واحدة من السن المكي أو السن الحرام عطت هاد اللون، هاو راه ساخن دخلوه. كيف قلت لكم تا يبرد دابا راه صافي، غيكون بارد راه ممكن تشربوه، صافي شربوه مباشرة، من أفضل على الرغ ومرة واحدة في اليوم. الوصفة الثالثة، هناك الزيت الحامض العطري، زيت إكليل الجبل، هذا سيترون الحامض، وهذا اليازير، اليازير بالمغربية، روزماري. بالنسبة لزيت الحامض هذا راه مركز، عطر مركز، ولا كان شي زيت عطري هكا مركز فما تستعملوه مباشرة، تنديرو منو غير بضع قطرات فقط. اما الزيت هكا عادي هذا ممكن تستعملوه كله بدون تخفيف، المهم هذا خصو تخفف. وهذا علاش لايقين هاد الجوج؟ هادو لايقين لتنحيت الجسم، لتنحيت الجسم تنخلطوهم بقطرات من زيت الحامض، تقريبا 4 5 قطرات فقط، وزيت اكليل الجبل، ونضيفو عليهم قليل من زيت الزيتون، وخلطوهم بحال هكا شي قرعة قرعة بحال هكا، وتخلطوهم. اللي ما عندوش كيفاش يحصل على زيت اكليل الجبل فممكن يدير اكليل هذا روزماري مباشرة في الزيت، ولكن خاصو يخليه واحد المدة طويلة تقريبا حتى اكتر من 40 يوم، عاد باش يطلق المواد اللي فيه وعاد تستعمل. زيت الحامض ضروري تحلو على زيت الحامض، افضل من حامض نيشان، لان زيت الحامض غادي يبقى محافظ على الوصفه، ما غاديش تخسر نهائيا، هاد الوصفه تبقى حتى العامين 3 سنين ما عطر لها حتى حاجه. شنو الدور ديال هاد الوصفه؟ غادي تدهنوا بها البطن، غادي تدهنوا البطن كله وتدوروا عليها السلوفان، وخاص دير ضروري تدور عليه بالسلوفان، وخاص دير واحد المجهود هكا على البطن كامل، ولكن خاص الدهن يجي بالكرش كامله. من بعد غادي دير واحد شي باندا ولا شي حاجه باش تغطي الجسد ديالك، باش تزاد الحراره والسخونه في تحت الجلد، هذيك الشحمه المجموعه تحت الجلد، فغادي تبدا في الذوبان. خصوصا او كتاخذوا باندا عاديه وتدورها على كرشكم مزيان بهذه الطريقه، وهذه الطريقه فعاله تتنحت الجسم والبطن بزاف. ولا باندا بهذا ميديكال بهذه الطريقه، خصها عامل الحراره وخص الحركه، الانسان يتحرك يحرق يمشي يتغدى او يدير شي مهام او روتين يومي الاعمال الشاقه في الدار وداكشي، او المشي الرياضه اي حاجه. من بعد ساعه ساعتين غادي يلقى واحد المياه كثيره نزلت من العرق كثير هابط مع الجلد، فغادي من بعد خصو ياخذ الدوش بس. ومن بالنسبه للنساء فما فيها باس يديروا تدليك، ف
فخصها دير تدليغ مزيان قبل ما تدلك العجينه ديال المسمن او المخنفر، راه خاص تدلك الكرش ديالها مزيان باش ديك الشحمه تولي مستويه، ما تبقاش هكا على شكل كركبه. هذه بالنسبه للوصفه ديال الزيور. الوصفة الأخرى وهي وصفة جد مميزة وأنصح بها كاع النساء اللي تكونوا في صالة الرياضة، هي رائعة جدا جدا. الوصفة الرابعة هي وصفة معتمدة بزاف، أنصح بها النساء خاصة، وهي تأخذ خل تفاح، ما تخففوش بالماء بلا حتى حاجة، خل تفاح وتنديرو قطرات من زيت الحامض، إذا كان زيت عادي ماشي مركز فممكن إضافة قريعة صغيرة لك تكون فيها 10 ملل، أما هذه فقط بضع قطرات كما تشوفوا. وتدر الرأس يكون بحال هكا أو الرأس اللي ديال الرشام، تخلطو تحركو جيدا وتيجي ساهل، حسن ما يبقى هكا قرعة بلا، أحسن يكون شي راس بحال هكا ولا ندير البخاخ نتاع الما أو غضيفو. فمن بعد تستعملو غادي دير القليل من الوصفة عمرتكم، وتدهن الكرش كلها كاع البلايص اللي بغاتها نح نح، ومتى ديرها حتى من لي كون هادا تترخاو بهاد الخل هادا باش تعرف عندو مفعول قوي، ايه ما غاديش تخفو، خصني شان الخل مع حامض. هذا اولا تفتيح البشرة، تيحيد تنقص من التجاعيد، تيحيد دوك النقط الداكنة اللي تتكون عند النساء خاصة بعد سن اليأس انقطاع الطمث، فهو مزيان تحيد بقع الداكنة وتحيد حتى دوك النقط السوداء عمل تنضيف البشرة. ولكن استعمال ديالو هو راه خاص دير سلوفان ضروري، من السلوفان مورا من بعد ما تدهنه ضروري من السلوفان، علاه باش ما باش على الحرارة، خاص ضروري الحرارة، علاش حنايا في عيادات خاصة بالتنحيف والتدليك راه تنديرو واحد جهاز، هذاك الجهاز يسخن الجسم، ف هذوك الكريمات اللي تنستعملوهم او البرودوي اللي تنديرو كلهم تساعدوا على يدخلوا تحت الجلد ويعملوا عمليه حرق الدهون، فهذيك العملية حرق الدهون تتبغي حرارة، فهذيك الحرارة تساعدنا حنا من بعد دليك أنه تحصل على جسم رائع جدا بدون أدوية بدون ريجيم. ولكن أنا تنفضل اللي بغى النتيجة تكون فعالة بزاف أول حاجة وهو الصيام، خاص الإنسان يبدأ يصوم على الأقل 2 أو 3 أيام في الأسبوع، يعني أن هذه الوصفات وحدها ما تتكونش كافية، الصيام هو اللي تساعد تسرع توصل لواحد النتيجة هائلة ورائعة جدا. ونتمنى لكم التوفيق، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم. وما تنسوناش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، ولا عندكم شي تعليقات بخصوص طريقة الوصفة أو أي حاجة فمرحبا بكم في قناة طب 6 مينوت.